السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمداً وشكراً لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم جعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. المكرم والمحترم لجنة التحكيم القراء المكرم والمحترم حضرة المحاضرين السعداء المكرم والمحترم أيها المشاهدون الأحبة الخبر Mahiyal al khabar Al khabar wafqan li qamusi Indonesia al kabir Al khabar lahu mana qasas au bayan anil ahdasi sahinah yumkinu stinja juha ala annaha nassun yahtawi ala maklumatin jadidatin au haliyah fahadihil mas'alah satakunu mawdu'an limuhadrati al-yawm بهذه الفرصة السمينة اسمه لي لأبلغكم المحاضرة عن الموضوع فرز الخبر في انتشار الأخبار المشينة ولما صدم العالم مؤخرا بالأخبار الكاذبة أو المعروف باسم خدعة إذا لا يمكن هناك هذر ومستقبل مستخدمو الانترنت يتاثرون بسهوله بالاخبار الكاذبه ولذلك حتى المشاركه في نشر المعلومات وكيف الكيفيه كي لا نشرك فهذه ماهس سأنقلها اليكم الاولى اهدروا بمواضيع الاخبار الاستفزازيه في العام خذ اخبار خدعه أُعطيت موضوع مثير واستفزازي. إذا قبل أن نستهلك الموضوع ونستوعبه منها فالأحسن أن نتصفح بطريقة البحث بطريقة البحث الخبر من وسائل الإعلام الرسمية ثم نفرق ما فيهما هل يماثلانه أو لا وأكدوا Annal akhbar takra'unaha La kalimata La kalimatun gharibatun Ka'annaha mukni'ah Aw mukallifah Al-mithal Anshiru Wal-akhar Limadha Kanat tusharu ila maqalatil mali'ah Bil-ahrufil kabirah Wa alamatil ta'ajub Tahtawi Ala Ma'lumatil Kadibah والثانية تحقيق الحقيقة. كيف التقلب مع الأخبار الكاذبة هي تحقيق الحقيقة. مع الأخبار الكاذبة. ثم حققوا المصدر وإن كانت المعلومات من الأم فلا تسرئوا لتصدقوها. ولذلك يا أيها الإخوان في الله لا تنشروا الأخبار الذي la fihi al-yaqin wa idza fatantum ashabakum wa qad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wa waqtuluhum hay min haythu takiftum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl Mungkin hadha minni wa afwa minkum akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh